الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين شهر ذي القعدة الحرام. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. شهر ذي القعدة شهر عظيم الحرمة جليل المنزلة عند الله عز وجل، وقد تضافرت الروايات في لزوم تعظيمه ورعاية حرمته، وذلك باجتناب المعاصي فيه والجد والإكثار من الطاعة والعبادة والسعي في طلب رضا الله عز وجل. فقد روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: رضا الله مقرون بطاعته. وفي حديث قدسي يقول تعالى: فمن عمل برضاي ألزمه ثلاث خصال، أعرفه شكرا لا يخالطه الجهل، وذكرا لا يخالطه النسيان، ومحبة لا يؤثر على محبتي حب المخلوقين. فإذا أحبني أحببته وحببته إلى خلقي. وقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن موسى بن عمران قال: يا رب أخبرني عن آية رضاك عن عبدك. فأوحى الله إليه: إذا رأيتني أهيئ عبدي لعبادتي وأصرفه عن معصيتي فذلك آية رضاي. وقال الإمام الصادق عليه السلام: أعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته، فإن الله لا يدرك شيء من الخير عنده إلا بطاعته واجتناب محارمه. وفقنا الله وإياكم جميعا لمراضيه ولكل خير، ونسأله القبول كما نسأله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.